ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين في اليوم الجميل، يوم المغفرة، يوم الرحمة، يوم عرفة. دكتور سالم كان بيقول لنا ازاي الروشتة السريعة سنت. اللي نقدر نستغل بيها الساعات الجميلة اللي احنا فيها ونور رحمة ربنا إن شاء الله. سنت بارك الله فيك. نذكر إخواننا وأذكر نفسي بأنه علينا أن نجدد التوبة والاستغفار كثيرا، ونجعل من هذه الساعات ساعات سلام اجتماعي مع كل إخواننا وجيراننا زملائنا إلى آخره. يجي رقم اثنين مهم جدا، الإكثار من التكبير. إحنا لسنا في عرفات حتى نطالب بالتلبية، أو لسنا محرمين حتى نطالب بالتلبية. المقيم مطالب بالتكبير والإكثار منه. فنقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وإن زدنا الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله إلى آخره. فذاك حسن نكثر نكثر من هذا، ونحيي هذه الشعيرة في بيوتنا. والأصل يا سيدي أنها تبدأ من أول رؤية هلال ذي الحجة وتستمر حتى رابع أيام العيد اللي هو ثالث أيام التشريق. ثانيا، علينا أن نكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا كان البعض تحدث في سند هذا الحديث ويضعفوه، فإن البعض الآخر حسنه، وعلى كل حال فهو في فضائل الأعمال. هنا نلاحظ لما يقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، اللهم نعم، لأنه دعاء مستجاب. طب أين الدعاء الذي علمنا إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يقول: وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. فين الدعاء يا سيدي؟ الثناء على الله عز وجل بالتهليل، بقولنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أفضل من المسألة. يعني الذكر أحسن من أنت تسأل الله ربنا سبحانه وتعالى. يؤكد هذا حديث ربي القدسي الصحيح، إنه سلام يحكي لنا، يقول يحكي عن رب العزة، يروي عن رب العزة جل في علاه: من شغله قراءة القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لا إله إلا الله. من شغله قراءة القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يعني مش لازم ترفع إيدك وتسأل، أنت اذكر ربنا سبحانه وتعالى. حد يقول لي: يا مولانا بس أنا عايز أقول حقتي. يا أخي أنت يعني أتتهم الله بالجهل وأنه لا يعرف حاجتك؟ الله أعلم بكل شيء طبعا. سوف يعطيك بذكرك له وب ثنائك عليه وبتوحيدك له وبقراءة القرآن أفضل مما تسأل. وخير الذكر يا سيدي ولا ينفك عنه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. تذكر سيدنا أبي لما راح للسن النبي وقال له: أنا أكثر من الصلاة، كم أجعل لك من صلاة؟ هنا علشان إخواننا ياخدوا بالهم، الصلاة هنا بالمعنى اللغوي أكثر من الدعاء. بجعل مثلا بين الأذان والإقامة وقت للدعاء، بجعل وقت السحر وقت للدعاء. فبيقول له: كم أجعل لك من دعائي، كم أجعل لك من صلاتي، أي كم أجعل لك من دعائي. أنا عندي ربع ساعة مثلا بين الأذان والإقامة، هدعي قد إيه وصلى على النبي قد إيه؟ فسيدنا النبي يقول له إيه؟ يقول له الرجل يقول له: الربع يا رسول الله. فالنبي يقول له: إن زدت فهو خير لك. الله، هو أنا ألح على ربي بالمسألة ولا ألح على ربي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي يقول له: إن زدت فهو خير لك. يقول له: فالثلث، حتى يقول: أجعل لك صلاتي كلها. الوقت اللي أنا مخصصه بين الأذان والإقامة للمسألة، الوقت اللي أنا مخصصه لي في السحر للدعاء والمسألة، أنا سأجعله كله صلاة عليك يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، يقول له: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. أنا عايز أكتر من كده إيه؟ ما هو إلا هممني أنا بسأل ربنا بيه، محتاج مال، بقول يا رب هممني الفقر والحمس. المسألة اللي أنت عايزها ما ربنا هيحس بيها. شكرا، هو عارفها وهو اللي أماني. فكل ما يهمني سيكفيني الله تعالى إياه بذكر إيه؟ ومن ذكره الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أنا في حاجة الآن إلى أن أنا الساعات الباقية، إحنا بنتكلم على كم ساعة مصطفى؟ ست ساعات ولا خمس ساعات؟ فعلينا أن نكثر فيها من الذكر والتسبيح والاستغفار والتهليل والتكبير والعمل الصالح. يعني قبل ده والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا بقى لو ربنا أكرمني وعندي قدرة؟ يلا نطلع صدقة.
يلا ننوي النهارده نفطر صائمين، ما هو يوم عرفه كثير كلها ساعات، والاضاحي بقى يا دكتور طبعا يعني خلاص بقى ننوي من الان، اذا احنا ما كناش عملنا الاضحيه نعملها. ده شيء رائع جدا، واعمال صالحه كلها مضاعفه. ولا يفوتني هنا ان اذكر بان يوم العيد يعني الناس جاي الصايمه النهارده عرفه ومطمنه ان ربنا ان شاء الله يغفر لها ذنب سنتين. خلينا ارجع لدي في لحظه كده واقول ان المغفره هنا ستكون بعد التوبه. ان لم تكن توبه فلا مغفره. لازم التوبه الاول وبعد كده بالذات لحقوق العباد. فمحدش يقول انا صمت عرفه يبقى هيغفر لي اللي بيني وبين اخويا من المظلمه، ولا اختي اللي اكلت ميراثها، ولا لا، علي ان اتطهر ثم يغفر حقوق الله العباد تعالي. الاول وبعد كده يحصل ان شاء الله. احسنت المغفرة. احسنت، ربنا يبارك فيك. يوم العيد يا سيدي خلي بال حضرتك بقى ومشاهدينا، هو اعظم يوم على الاطلاق. حتى ان البعض قالوا هو اعظم من يوم عرفه. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم يوم على الله جل يوم النحر ثم يوم القر اللي هو تاني يوم اللي الناس بتقر فيه في ميناء. ليه؟ عشان الأضاحي اللي بتتذبح فيه، عشان الخير اللي الخير اللي بيعم على الناس. طبعا بنصلي العيد، بنكبر، بنعمل الأضاحي، بنوسع على أهلينا، بنوسع على الفقراء والمساكين، نجبر بخاطرهم بنطعم. طبعا ده في ناس ما بتاكلش اللحمة لما العيد للعيد، دي حقيقة. فإحنا في حاجة إلى أن نطعم هؤلاء ونتذكر قول ربي سبحانه وتعالى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. والأضاحي يا سيدي شعيرة من شعائر الدين اللي احنا شايفين على الشاشه، الحاجات اللي بتقوم بيها جماعه البر والتقوى. الله يتقبل استعداداتهم بقى، خلاص هم بيكيدوا عشان توزيع بقى المحافظات والحاجات دي. الله يتقبل ويبارك فيكم ويجعل هذا في ميزانكم. وبحييكم على هذه اللحوم التي تصل الى الناس في اقاصي مصر. دكتور عماد بصراحه يعني يتقبل. عامل مجهود جبار في موضوع الاضاحي السنه يتقبل. دي الله يتقبل ويبارك لكم وفيكم يا رب. عمل عظيم جدا موضوع الاضاحي هذا، ولم يبتدعه المسلمون، انما هو احياء لسنه باقيه الى ان تقوم الساعة إن شاء الله. بدأت بإبراهيم عليه السلام. إبراهيم لما أمر أن يذبح ولده لم يتردد. لم يتردد، ولم يكن مقصود الرب إزهاق روح إسماعيل ولا إراقة الدم. كان في يقين ولده. كان في يقين بالله. إنما المقصود هنا الابتلاء، لأن إبراهيم خليل الرحمن. والخليل لا يجوز أن يكون في قلبه سوى الله. أنا في قلبي حبك وحب ولادي وحب مالي يمشي. وحب ربنا فوق كل ده. الخليل لا ينبغي أن يكون في قلبه إلا الله فقط. فقط. فلما سعى إسماعيل مع أبيه إبراهيم اختبر فيه انت دخل قلبك حتى لإسماعيل كده ولا لسه القلب صافي لربنا. فابتلي بذبحه فورا راح ينفذ، والولد متربي على يد امرأة نبي هاجر عليه السلام. ما رجعوش في الكلام. افعل ما تؤمر ومش عنترية ولا حاجة، ستجدني ان شاء الله. شوف التواضع ان شاء الله من فلما اسلم وتله للجبين خلاص هيذبح. ناديناه ان يا ابراهيم لا عايزين دم ولا ازهاق روح ولا حاجة، ده بلاء عظيم جدا. وتبقى وفديناه بذبح عظيم ونحن نفدي أنفس. يا إخواننا الأضاحي دي مش مجرد أكل بنقدمه للناس. نحن بنفدي أنفسنا يا أستاذ مصطفى. طبعا. من يدرك قيمة الأضحية يقتطع من قوت يومه ويضحي. لأن الأضحية تفدي صاحبها من نار جهنم. ده فداء. الأضحية فداء لصاحبها. ويقول النبي لفاطمة، وإن كان الحديث في سنده مقال إلا أن المعنى صحيح، يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإن ذنبك يغفر عند أول قطرة تسقط على الأرض من دمها. فإحنا بنفدي أنفسنا من نار جهنم والعياذ بالله. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا، وأنه الأضاحي فعلا تبقى خالصة لوجه الله الكريم، وأنه حتى الموكلين يحتسبوا عند الله الأجر. مجرد ما الجمعية بتذبح غفر ذنبهم وحصلت الحمد لله رب العالمين الفداء. طب الاستطاعة يا دكتور. نعم. فكرة الاستطاعة ان انت ما في ناس مش قادرة تقول لك انا مش قادر ان انا اضحي او كده، والله زي فالمشاركة بقى البسيطة او كده زي ما قلنا يا استاذ مصطفى الله يبارك لك، ان اللي مش قادر يروح الحج فاخذ اجره بنيته، كذلك من لا يستطيع التضحية فيأخذ اجره بنيته. وبعدين انا مش قادر على التضحية بكامل السهم او مشاكل ذلك، فلا حرج اطلاقا ان اقدم طعاما بقدر المستطاع. المانع ان اقدم طعام؟ بلاش يا سيدي، أنوي نيتي تبقى صادقة. إذا أمكن لله سبحانه وتعالى في الأعوام القادمة أضحي. أنا أعرف ناس بتعمل جمعيات عشان الأضحية. بتعمل جمعية عشان تضحي. ما احنا هو عشان عارف قيمة الثواب برضو دكتور، حاجة عظيمة يعني. ولو أنه لا يوجد ثواب إلا أني افتديت نفسي
من 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 عذاب جهنم. ده مش كفاية يا مصطفى، ده أعظم فداء طبعا، أعظم أجر يمكن أن يحصل على الإنسان، أن يفدي الإنسان نفسه من نار جهنم والعياذ بالله، أن تغفر بها الذنوب، فضلا عن هذه السنة العظيمة التي نحييها. والله تعالى قال ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعيرة الأضحية دليل على تقوى القلب. طبعا احنا بننبه هنا على ان احنا نكون ملتزمين بأداب الذبح وما شكل ذلك، لانه الاسلام كله رفق طبعا. وفي الحديث الصحيح ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، واذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وفي رواية القتل وفي رواية الذبح. هو ده بيخلي برضو الواحد يروح للمؤسسات اللي هي يعني زي البر والتقوى، ان هي بتبقى عندها الفريق المتخصص اللي يقدر يقوم بالحاجات دي. صحيح. الاطباء اللي بيكشفوا على اللحوم، الحاجات اللي بتروح برضو في تلاجات عشان برضو توصل الحاجه مظبوطه، مهمه جدا لايصال هذه اللحوم الى الناس. لان انا مهما كنت هروح فين ولا اجي منين، انا يدوب هوزع على الناس اللي حواليا، لكن قد يكون اللي حواليا اكتفوا. وده حقيقي بيحصل في القاهرة والمدن دايما بيبقى الموضوع كده، وفي أماكن أخرى محتاجة. فدور المؤسسات والجمعيات الخيرية زي البر والتقوى بتقدر توصل لناس الفقراء دول وعندها الإمكانات. يعني أنا شخصيا أحط شنطة عربيتي وأتحرك 50-60 كيلو هتكون فسرت اللحمة. صح، دي حقيقة في الحر اللي احنا فيه. لكن لما تبقى جمعية زي البر والتقوى عندها تلاجاتها وعندها عربياتها المجهزة لهذا وعندها فريق العمل اللي يقوم بده، هنضمن إن شاء الأمور تصل على خير. هم كانوا لسه أصلا من 3 أسابيع ولا حاجة كانوا في سيدي براني وبيوزعوا لحوم برضه. صحيح. كان الدكتور عماد بيودي لحوم هناك قبل العيد. نفسنا فيه. هي الناس بس ما بتحتاجش الاكل في رمضان ولا بتحتاج اللحم بس في العيد. ايه المانع ان احنا نكرر هذا ويبقى امر مستدام؟ ايه المانع؟ دايما يعني بتبقى برضو الناس بتستغل فترات المواسم النفحات اللي بقى في طبعًا الايام دي طبعا. بس طبعا زي ما حضرتك بتقول ان الناس محتاجه على طول. هو ده اللي احنا بنذكر بيه. ولما سئل النبي الكريم عن افضل الاعمال قال: احب العمل الى الله ما كان ديما، وفي رواية: ما داوم صاحبه عليه، وفي رواية: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. يعني مش بكثرة ان انا اطلع، ممكن انفض طول السنة. ايوه، مبالغ بسيطة اقسمها. دي يبقى بحس يبقى علاقتي بربي في الانفاق موجودة، استدامة زي الصلاة مثلا. هو انا يا شطرت ان انا اخصص ليلة صلي فيها 10 ركعات، يا سيدي صلي كل ليلة ركعتين احسن. صح. يعني في استدامة أعني في قيام الليل والتطوع، يعني بدل ما أصوم يعني 3-4 أسابيع في السنة، لا أنا أوزعهم 2 وخميس مثلاً أو كده، أو 3 أيام في كل شهر. بحس يبقى علاقتي بربي في هذه الطاعة والعبادة، والنفس تحتاج إلى هذه التزكية. يعني أصل الصدقة لها تزكية للنفس ما بتعملهاش، ما بتعملهاش الصيام. الصيام ليه تزكية ما يعملهاش الصلاة. الصلاة تزكية ما يعملهاش حاجة تانية، وهكذا. فالإنسان محتاج إلى هذه التزكية. ما أنا ما أقدرش أقول أنا هعالج نفسي من كذا وما أعالجهاش من كذا. فالأمراض النفسية والأمراض المعنوية تحتاج إلى معالجة بهذه العبادات والديمومة عليها. مفيش احسن من كده عليك. الله يكرمك. انا معايا دقيقه واحده بس، الاستاذ سامي بيقول لي كده، فنستغلها كده وندعي بقى في يوم عظيم زي كده ان شاء الله. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد، الله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكره واصيلا. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، من كتبت لهم الحجة فتقبله منهم، وأعدهم بذنب مغفور وسعي مسكور. ومن لم تكتب لهم الحجة في هذا العام بأبدانهم، فاكتبه يا رب ثوابا عظيما بقلوبهم وأفئدتهم. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وردنا إلى دينك مردا جميلا. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وأصلح لنا شأننا كله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. كل عام وحضرتك بخير يا دكتور. تبخير يا حبيبي، بارك الله فيك. والسنة الجاية ربنا يجمعنا إن شاء الله على جبل عرفات بإذن الله. آمين آمين آمين. كنا معكم أعزائي المشاهدين، كانت يعني حلقة جميلة مع الدكتور سالم عبد الجليل، تعرفنا فيها على فضل يوم عرفة. ربنا إن شاء الله يتقبل من الحجيج ويوعدنا بإذن الله الزيارة الكريمة، ويغفر لنا جميعا وللسادة المشاهدين. نشوفكم على خير إن شاء الله.